ان شاء الله كنتمنوا الفوز الفريق ديالنا الرجاء العالمي بشي حصه اللي متعودين عليها، ودون النتيجه والاداء كما مولفين، ونتمنى سعد المدرب ديالنا يعطي للشباب اخرين الفرصه فين حتى هما يبينوا، حيت شفنا شي لعابه لعبوا بزاف وشي واحدين باقي ما خداوش الفرصه، حتى هما ياخذوا الفرصه ان شاء الله. وكنتمنى من هذا الرئيس هذا اللي غيجي ان شاء الله يقدم لنا الاضافه ويقدم لنا متمنيات ديال الرجاء العالمي والفوز بالبطوله وكاس الشامبيونز ليغ وكاس العرش ان شاء الله، وديما ديما رجاء. الرجاء تاسس في 1949، وهذا اللقاء هذا حتى هو كذلك غيصادف نفس الرقم، ويمكن لكم تبحثوا عليه. واش نقول لكم ان شاء الله كنتمنوا فوز الفريق ديالنا ويتوج بالبطوله، وديما ديما رجاء. رجاء فريق كبير الحمد لله ان شاء الله، وان شاء الله الفوز ان شاء الله اليوم مع الفتح ان شاء الله 3 بوان، هذه حاجه باينه. وهاد الصدفه راه كما قلت لكم في الاول راه حاجه زوينه. الرجاء اللي كنعترف به انايا الرجاء، قلت لك الرجاء هي ديال 88 89 بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي، فهمتي؟ ايام اللعابه اللي كانوا عندك في ايام ولد مو، ديك الساعه كان فوزي، كان عبد الرحيم الحمراوي ياك، كان ديك الساعه سميتو ايت صالح، حسن الله يرحمه، حسن العور، هادو هما الرجاء اللي كنعرف. فهاد الصدمه كنت كنتمنى من الرجاء تربح ان شاء الله، والرجاء غتربح ان شاء الله. اليوم هذا الرجاء كتكمل 1943 ماتش ديالها في البطوله، وبالصدفه ان اول ماتش كان مع الفتح، وهاد النهار فهاد العدد ديال المباريات جا عاوتاني مع الفتح، وهاد العدد كيشكل واحد عنده واحد القيمه على الجمهور الرجاوي، لانه تاريخ التاسيس ديال الفريق ديالنا وتاريخ كبير على المغاربه كاملين. وان شاء الله غيكون الفوز اليوم عاوتاني بحال ديما، حيت الرجاء عودتنا على الفوز وعودتنا على انها كتبغي ديما انها تكون في السكه الصحيحه ديال الالقاب، وان شاء الله ديما رجاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masanktv.ma.